البنات، جيسبيغ انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة ديالي مع فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان، غادي نديروا غراتان بكفته وفروماج. جيسبيغ انها تعجبكم وتتبعوها الطريقه وتنجح لكم كيف ما حتى انا كتنجح ليا. اي فوالا، كيف ما كتشوفوا كنشدوا بطاطا، يعني على حسب المول اللي عندكم والقياس اللي بغيتوا. كتنقيوها، كتغسلوها زعما مزيان وتنقيوها مكعبات كيف ما شفتوا قبل. هنايا كنشدوا البصله حتى هي كنقيوها ونغسلوها مزيان ونقطعوها. انا درتها في هذه الاله باش تخرج لي زعما مشلطه بالشكل اللي انا بغيت. تقدروا تشلطوها غير بيديكم، ولكن الاهم انها تكون رقيقه على هذا الشكل اللي غادي تشوفوا دابا، بحال هذا الشكل. كنبداو نضيفوا في التوابل. درت راس معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، غادي ندير معلقه صغيره ديال سكينجبير، وراس معلقة ديال التحميرة، ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم. تبعوا نفس المكونات ونفس الخطوات اللي انا كندير، ان شاء الله تصدق لكم كيف ما صدقت لي وبنفس المذاق. وضفت واحد ثومة واحدة كيف ما شفتوا من الفوق. ودابا غادي ندير معلقه كبيره ديال زيت لوسيور، يعني زيت المائده، ما بغيتش نكثرها لحقاش عارفين ان الكفته كتطلق هذاك الزيت ديالها، الزيت اللي فيها. كنخلطوا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا وندوزوا الكفته ديالنا. غنديروا راس معلقه ديال الملح، ما كنكثرش الملح على قبل الفرماج والزيت حتى هما كيكونوا مالحين. كنزيدوا راس معلقه ديال البزار ومعلقة صغيرة تكون عامرة ديال الكمون كيف ما غادي تشوفوا. علاش؟ كيعطي الكمون واحد المذاق زوين بزاف في الكفتة. وراس معلقة ديال التحميرة، انا كترت ونقص، يعني راس معلقة ما تفوتوش. كنضيفوا عليهم شوية ديال قزبر ومعدنوس مخلطين، يعني يكونوا مقطعين مزيان. كنديروهم من الفوق وصافي. كنعجنوا الكفته ديالنا بهذا الشكل كيف ما غادي تشوفوا. من بعد كنشدوا هذا هو الزيتون اللي غادي ندير، الزيتون الخضر مقطع. ديجا كنكون حاطاه في الماء واحد 10 دقائق او 5 دقائق باش تطلق منه هذيك الملوحه وتحيد منه ديك الصودا اللي فيه. وهنايا صافي خلطت كلشي طيب. شوف كيف ما كتشوفوا راني مازال مشعل البوطه. ضفت الكفته بالتدريج وزدت عليها ملي طابت الكفته مزيان ومزجتها مع المكونات، ضفت عليها الزيتون وخليتهم يطيبوا شويه. هنا هاد الفرماج اللي غادي نستعمل، كندير هذا موزا بيتزا ديال اسبانيا، يمكن مذاق زوين وبنين بزاف. هذاك فرماج ديال الساندويشات، وكندير فرماج احمر ديال التاج. ما تكملوا داكشي كامل تكونوا وجدتوا صوص بيشاميل. انا كتبت لكم الطريقه هنايا، الا بغيت نصورها لكم فيديو يعني ناجحه خليوها ليا في تعليق. ندوزو كنشدو مول ديال الزاج كما هذا، يعني ما كبيرش بزاف. كنبدا نستف فيه هذيك المكعبات ديال البطاطا اللي قليت بهذه الطريقه. حاولوا انكم ما ديروش الكميه كلها في التحت. كنبداو نوزعوا في الحشوه ديالنا ديال الكفته بهذا الشكل. كيف ما شفتوا ما كنضيفش الكميه كلها. هذا فرماج ديال الموزا بيتزا اللي قلت لكم كنديرو فوق من هذا الشيء اللي صايبت. مهم يعني الطريقة كتبة لي سهلة، كل شيء واضح في لا فيديو، يعني بالتفصيل بالخطوات. غير اللي ما بغاش يجربها صراحة كتجي غزالة والمذاق بنين 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 بزاف، وبالتجريب يعني على حسابي.
فوالا هنا كنبدا نضيف صوص بشاميل كيف ما كتشوفوا، يعني جاتني درتها ثقيله. علاش؟ لحقاش كثرت فيها الفرماج، حكيت فيها الفرماج ملي وهي سخونه داب معاها. انا ما باغاش نغرق هذاك المول، كندير غير من الفوق كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل بنفس الطريقه بالضبط. يعني كنحاول انني نوزعها بمعلقه، كيجي المذاق ديالها زوين وبنين بزاف مع يعني مع هذه الحشوه وبهذه الطريقه اللي درت بالضبط، خصوصا مذاق الفرماج كيكون زوين. يعني هكا عاقده كتبقى شاده ليا في الطبقه الفوق، ما بغيتهاش سائله باش تهبط ليا لتحت وترول ليا الدنيا والحاله. انا اختاريت انني نديرها على هذا الشكل كيف ما قلت لكم قبل. الا بغيتو نحط لكم الطريقه في فيديو ديال صوص بيشاميل او الصلصه البيضاء اللي ناجحه 100%، سواء بغيتوها عاقده او لا تكون يعني جاريه كيف ما كنقولوا، لاي استعمال انا كنديرها مع مكرونه او لاي حاجه. والمهم كملوا معايا لا فيديو، يعني راه شرحه راسو براسو وفرجه ممتعه. جيسبيغ انها تعجبكم، كملوا حتى الاخر باش تشوفوا الشكل النهائي.